فهذا الفيديو هو شامل لأفضل 10 مهن ميني جوب ممكن الواحد يلاقيها كخيار للشغل الجانبي اللي ممكن يشتغله. إذا بدكم تشوفوا التفاصيل تابعوني بعد الانترو. معكم عبد الهادي. متابعي الأعزاء، متابعي قناة نحن في ألمانيا في زين إن دورتموند، أهلا وسهلا فيكم ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. بتمنى أنه الكل يكون بصحة وعافية وعم يتابعني وعم يشوف هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا زر اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة. اليوم الفيديو بخص الأشخاص اللي عندهم فول سايت أو تايل سايت أو بيدرسوا وبيحصلوا على قرض البافوك، وهدول الأشخاص محتاجين دخل جانبي لجنب دخلهم الشهري اللي عم يحصلوا عليه. هذا الفيديو رح يكون مفيد، حيكون فيه أفضل 10 مهن ميني جوب ممكن انت تفكر تشتغلهم لتحصل على دخل اضافي. رقم واحد هي توصيل الطلبات عن طريق الدراجة الهوائية، وهذا الشغل ممكن يتوقف على حسب الطقس او على حسب المجهود او المسافة اللي انت عم تقطعها لتروح توصل الطلبات. يعني اذا كان الشركة مثلا شركة جيدة وشايف انه الطقس جيد ممكن تعطيك ساعة اكثر عن الساعات اللي انت اشتغلتها بالطقس الجيد. فلذلك هذا الشغل بده يكون الواحد اول شيء عنده طولة بال، بيعرف يسوق الدراجة الهوائية، وايضا يقدر يكون عنده همة ويكون عنده نشاط ليستخدم الدراجات الهوائية ربما تكون المسافات شوي بعيدة. يعني درجة الحصول على المرتب جيد ممكن توصل باليوم الواحد ما بين 60 للمية وخمسين يورو. خلينا نفترض وسطيا انت حتحصل على الساعة 13 يورو، وطبعا هذا بيختلف على حسب المدينة وعلى حسب الشركة اللي انت عم تشتغل فيها. ما في قانون عام وما في قاعدة عامة بمجال الضمن العمل كميني جوب، مثل ما ذكرت بتختلف على حسب الشركة. رقم اثنين، العمل كبيبي سيتر، وهذا طبعا العمل نحن عم نقصد مو فيه مو تاكس موتا اللي انت طوال وقتك بتكون متفرغ لرعاية الاطفال، لا، بل انت حتكون عم تشتغل او انت حتكوني عم تشتغلي بايام محددة مثلا ايام السبت او الاحد او ربما ايضا عم تشتغلي مساء. فلذلك هذا العمل هو مخصص للسيدات وممكن تحصلي على ساعة بالوحدة ما بين العشرة يورو للخمستاشر يورو. وبيتم البحث عن هذا العمل طبعا عن طريق مواقع الانترنت او عن طريق المعارف اللي انت ممكن تعرفيهم عندهم اطفال ومحتاجين يطلعوا مساء مشوار او عندهم نهار السبت شيء، وانت لازم تعتني بالاطفال من جهة الاكل والرعاية، يعني مهام كل البيبي ستر العادية اللي كل النساء بتعرفها. رقم ثلاثة هو النادل بداخل المطعم كلنا او بداخل القهوة، هذا الراتب تبعه ما يعتبر راتب جيد، ممكن تاخذ ما بين 9 ل 10 يورو، بس هو الاعتماد الرئيسي على البقشيش الترينكيلد اللي انت حتحصل عليه. ممكن على حسب المركز مثلا عم تشتغل فيه، المطعم بقصد، عدد الاشخاص اللي كانوا بيضمنوا الوردية، عدد ساعات العمل اللي انت عم تشتغلها بداخل نهاية الدوام، بيتجمع هذا المبلغ للترينكيلد وبتقسم على عدد الاشخاص الموجودين. يعني انت باليوم الواحد ممكن تاخذ زيادة عن الأجور اللي انت حصلت عليها من خلال ساعات عملك 40 50 30 يورو، ما في رقم ثابت، او ممكن يعطيك اياها مقطوعة بنهاية الشهر بعد ما يتجمع الصندوق بشكل كامل بيوزعه على كل الموظفين الموجودين. اما الخيار الرابع فهو حتنقسم عليه الناس حلال اما حرام، بس انا علي انه اذكره بداخل هذا الفيديو، اللي هو البار كيبا. بتشتغل على بار وطبعا بتاخذ بالساعة ما بين 8 لل 15 يورو على حسب المدينة اللي عم تشتغل فيها وعلى حسب صاحب العمل ممكن قديش يعطيك بالساعة. وايضا المردود الرئيسي اللي انت حتعتمد عليه من خلال هذا الشغل هو الترينجيلد، نفس المردود اللي انت حتعتمد عليه من خلال البقشيش كعمل نادل بداخل مطعم او قهوة. فطبعا هذا الشغل ما حيعجب كتير اشخاص لانه من جهة الحلال والحرام، وممكن اشخاص ما عنده مشكلة بهذا الشغل وتعتمده كشغل ميني جوب اضافي لشغل الرئيسي. اما بالنسبة لرقم خمسة هي الانيميتا، مرشد سياحي، وطبعا هذا الشغل فيه سفر وفيه شوية مجهود زيادة وبيحتاج لغة المانية او لغة انجليزية جيدة على حسب الجروبات السياحية اللي حتجيك. وهذا الشغل لازم يكون بمدينة فيها معالم سياحية حتى تلاقي فرصة هاي العمل، واغلبية الشركات بتقدم هذا العمل على اساس انه تايلت سايت وليس ميني جوب. في حال لقيت ميني جوب انت حتقدر تحصل بالشهر على ما يقارب 450 يورو، بس هي الاوقات شوي صعبة او ما بتقدر تشتغله كميني جوب الا اذا كان يوم مثلا بالاسبوع جمع 8 ساعات تروح تشتغلهم. اما بشكل عام هن بيطلبوك كتايلت سايت، وبيكون المرتب ما بين 600 ل 800 يورو كشغل تايلت سايت، وممكن يختلف على حسب الشركة. في حال انت لقيت شغل فول سايت طبعا حيكون الراتب اعلى، اما اذا ما لقيت مثل ما ذكرت ممكن يكون شغلك مرة بالاسبوع او مرتين بالاسبوع على اوقات هي تناسب الشركة وتناسبك، او ممكن يكون شغل تايلت سايت لو انت مثلا عندك تايلت سايت اخر او عندك ميني جوب
وبتقدر انك تظبط الاوقات بشكل جيد. رقم 6 طبعا انا هي ما بنصح فيها اللي هي بلوت شبيندا او بلازما شبيندا. في اشخاص كتير مثلا ممكن تساويها هي مهنه، بس طبعا هذا الشيء غير منصوح فيه وانا ما بنصح فيه ابدا، انك انت مثلا تروح تتبرع بالدم، وطبعا كل ما تتبرع بالدم حتحصل على 25 او 20 يورو. وايضا البلازما، انا هلا سمعت كثير عن ناس عم تتبرع بالبلازما بس ما عندي تفاصيل كتير كبيره ليش بيتبرعوا فيه، فلذلك اللي بيعرف التفاصيل يكتبنا اياها بضمن التعليقات ليقدر يفيد غيره ليش الناس بتتبرع بالبلازما وقديش ممكن يحصلوا. بضمن المقال عم يحصلوا هن على ما يقارب 20 ل 25 يورو على كل تبرع، بس طبعا انا هذا الشيء ما بنصح فيه لانه هو نوعا ما ضار. اذا تبرعت بالدم بشكل كتير كبير خلال فتره قصيره، التبرع بالدم بيتم على فترات المشفى بتحددها او فترات انت تكون حاسس حالك مرتاح مثلا بتقدر انك تتبرع بالدم. وطبعا لو كان عندك فقر دم ما حيقبلوا انك انت تتبرع بالدم ويعطوك المصاري، فطبعا هذا هو ما ميني جوب بس مذكور بضمن المقال. رقم 7 هو غريب شوي وانا ما بنصح فيه طبعا، في اشخاص ما عنده مشكله فيه اللي هو الميديكامنت تيستا. في شركات وقت بدها تساوي ادويه جديده تجربها على اشخاص معينين بيتم انتقائهم بعد مقابلات معينه. ففي اشخاص ما عنده مشكله بهذا الشغل، ممكن توصل ساعة أو عمل اليوم الواحد بهذا الشغل لل 250 يورو، وإذا الشركة ضخمة وعندها مشروع ضخم ولازم هي تحتفظ فيك لمدة معينة ممكن أنت تحصل بالشهر الواحد أو 15 يوم على 2000 أو 3000 يورو. طبعا هذا الشغل أنا ما بنصح فيه أبدا لأنه هو شغل خطير وممكن يكون في تأثيرات جانبية عليه. طبعا الشركات بشكل عام وقت بتحدد هذا الشخص انه بده تجرب عليه الأدوية بتكون الأدوية مثلا بتناسبه، طبعا ما حيكون الدواء هو بيقتله ويعدوا يجربوا عليه، بس بشكل عام ومنطقيا هذا الشغل غير محبب. بس في بعض الأشخاص ممكن إذا نزلت إعلان يتواصلوا معك ويقولوا لك أنا مستعد إني كون مجرب لهي الأدوية اللي أنتوا عم تطرحوها، فهون بتختلف على حسب الأشخاص، بس أنا من جهتي ومن رأيي الشخصي غير منصوح بهذا العمل. رقم 8 اللي هي تسيما فيرميتونغ، في حال انت عندك غرفة اضافية بداخل المنزل وما عندك مشكلة انك تسكن ناس غرباء معك، فهذا هو الخيار الصحيح بالنسبة لك، بس طبعا حتواجه شوية مشاكل من جهة مثلا النظافة او الشخص ما حتكون متعود عليه، فيفضل انك انت تختار شخص تكون متعود عليه بتقدر انك انت تتفاهم معه وتأجره هي الشقة، ولا تنسى انك تساوي عقد نظامي بينك وبينه للاتفاق وللاحتفاظ بكل الحقوق لكلا الشخصين لتتجنب المشاكل اللي ممكن تصير معك. وانت طبعا بيختلف مردود الغرفة على حسب المنطقة اللي عايش فيها، على حسب قديش هو مردوده قديش هو مستعد انه يدفع. خلينا نقول وسطيا بتحصل على 250 او 300 يورو بالشهر على حسب المدينة واهمية المدينة اللي انت عايش فيها. رقم 9 سايتونغ تسوشتيلا، انك انت تسلم الجرائد، وهي الجرائد نوعا ما بتتسلم بشكل عام صباحا او مساء، ممكن تكون الشغل شوي صباحا مبكرا فلذلك ممكن تكون هي الشغلة شوي غليظة عند بعض الاشخاص اللي عندهم مثلا ورد وما بيقدروا انه يرجعوا ويشتغلوا مره ثانيه الصبح، او بيقدروا انه يربطوا مثلا ورديه الصبح اذا هن اللي بيشتغلوا ورديات مع فورا سايتونغ تسوشتيلا. بشكل عام بتحصل انت على مبلغ وسطيا ميني جوب 450 يورو بالشهر، ومثل ما ذكرت بيكون الشغل اما صباحا او مساء، انك انت تحط الجرايد بضمن البريد الخاص لكل شخص. رقم 10 اليوتيوب، حتى اليوتيوب انت بتقدر تربح منه مصاري وتعتبر هذا الشغل كميني جوب او فول سايت، بس طبعا عندك عدة شروط لازم انت تساويها. رقم 1 يكون عندك قناة على اليوتيوب، رقم 2 لازم يكون عندك 1000 مشترك، رقم 3 لازم يكون عندك 4000 ساعة مشاهدة حتى يحق لك تقدم طلب لليوتيوب لدراسة القناة هل هي بتستحق الربح او لا. وبس تقضي هدول 3 شغلات ويوافقوا عليها بتبلش انك انت تحصل على ارباح من اليوتيوب. طيب شو هي ارباح اليوتيوب؟ ارباح اليوتيوب هي مثلا انا بنزل فيديو بينزل عليه اعلانات من الشركات، فهي الاعلانات عم يندفع حقها لليوتيوب، وانت ما دامك شريك باليوتيوب فبتحصل على مصاري منهم. بهذا الزمن اللي نحن عايشين فيه للاسف المحتوى الموجود المنتشر والمحتوى الجيد اللي عم يحصل على ارباح خياليه خلينا نقول هو المحتوى التافه. كل ما كان المحتوى تافه كل ما كان الاشخاص عم تحصل على مصاري اكثر، لانه حتكون المشاهدات اعلى، وكل ما كانت مشاهدات اعلى بتجي الشركات بتشوف هذا الفيديو عليه مشاهدات عاليه، فليش انا ما نزل اعلانات عليه؟ وبهالطريقه الشركات حتساوي ترويج وتسويق لمنتجاتها أكثر، فهن بيدوروا على القنوات الكبيرة وبينزلوا عليها إعلانات
اكثر، وطبعا بيختلف سعر الاعلان على حسب انت الدوله اللي عايش فيها. يعني الاعلان اللي بينزل على المانيا ما بيدفع حقه نفس الاعلان اللي بينزل بمصر مثلا او باي دوله عربيه او باي دوله اخرى. فلذلك اليوتيوب ممكن يكون هو نوعين، نوعين مثلي مثلا انا بعتبره هذا شغل كميني جوب لي، باخذ بعض اليوريات عليه كالمحتوى اللي انا عم اقدمه. ما عم بقدر اقدم غير هذا المحتوى، ما عم بقدر اقدم محتوى تافه، عم اقدم محتوى ان شاء الله يكون مفيد. رقم اثنين، ممكن انت يكون المحتوى تبعك علمي مثلا ويجيك دعم من بعض القنوات الكبيرة وتقدر انك انت تسوي قناة كبيرة، او يكون محتوى تافه للأسف وتحصل على قاعدة شعبية وتحصل على ارباح هنقول خيالية من هذا الموقع. وفي نقطة مهمة بالنسبة لليوتيوب انا نسيت اذكرها، بس تبلش تحصل بالارباح اذا بدك هاي الارباح ما تفوت فيها بمشاكل مع الدولة، فيفضل او انت ملزم انك تساوي كفيربة خاصة فيك، تساوي سجل تجاري. وطبعا اذا كانت الارباح بسيطة بتقدر انك انت تساوي كلاين كفيربة، يعني كلاين انت نيمن، مالك انت مجبور تدفع ضرائب اذا كنت متزوج على 17500 بالسنة بحقلك انه يطلع لك بدون ما تدفع عليهم ضرائب. فلذلك يلي بيساوي يوتيوب وبيحصل على مصاري اول يورو بيحصل عليه، يفضل انه يسجل القناة عند الدولة مشان ما يوقع بمشاكل عمل بالاسود وما يفوت بمشاكل كتير كبيرة. ولهي اللحظة بيكون خلص الفيديو اللي هو أفضل 10 مهن ميني جوب تقدر أنت تعتبرهم شغل إضافي بالنسبة لإلك. لا تنسون الدعاء، أي سؤال حطوا لي ضمن التعليقات، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تشوفوا كل الفيديوهات المهمة إن شاء الله. وهلأ بقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للفيديو القادم، ولا تنسون الدعاء. السلام عليكم.